السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. قناة سوق المواشي في سوريا. احنا الان ببازار معرة مصرين، اليوم الثلاثاء 27/7/2021. السوق على حاله يا شباب، ما في شيء جديد، يعني البضاعة قليلة والحركة قليلة. لي اذن شكارة خرفان يا شباب، موجودات عند اخونا الدلال برهان، العدد 50 يا شباب، موجودات عند اخونا الدلال برهان ابو الفوز، معروضات للبيع ما شاء الله تبارك الله. خام هذول اخر ياسين ب 1000 ليره تركي الراس ب 1000 ليره تركي الراس. نبعث لك شيء اليوم؟ والله لسه ما صار فيهم بازار، يعني ميكل ما عليك كاتب. نعم عم ندفع فيه 780 ليرة. ما شاء الله تبارك الله. دغالي اخري 50 راس. 50 راس يا شباب، خرفان دغالي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اوزان ايش قد ابو قيس؟ 40 وتحت يعني. خلي يسأل عن اسعار الحلال هذا يا شباب. بهذا الخروف يا شباب عند اخونا الدلال ابو حسن البنشي، قام ينعرض على البيع. سددت له يا ابو عبدو، سددت له يا ابو يا زيدان. ها 17 خذ يا ابو عبدو، والله زيدان كويس. 1700 ليره تركي يعني. يلا دي تعال عندي. الشراي قام يتفحص. تعال عندي تعال شرط شوي يا ابو عبدو. 1700 ليره تركي يا ابو حسن؟ نعم. ايش قد قال الشراي؟ يعطينا 1500. اقسم بالله بدي اقوم عجك انا. لا امرك يعصب عمي ابو حسن، يعصب. الله والله بارك لك، تغيب نور الله. اشتغل يا ابو عبدو، يا ابو عبدو انت يا راسي شاد. يلا ما عندك من دفع ب 1400 وطلب ب 1700. ايش قد تقدير وزن عمي ابو حسن؟ ايش قد يوزن؟ يعني بقدره مع الرجال 60 كيلو. موزن يعني؟ وزن كان 61 كيلو بلا كيلو. شوف الناجح اشتغل. يلا خلصنا ما عليك. خلص بيعوا على الوزن. هالجدية اللي قدامك. معلش خلص. شنو وضع الفحل عمي ابو حسن؟ والله هذا 3500 درهم حسب النش. فحل مو؟ ايه. فحل ايه. مكفول من كل شيء. ايش قد ندفع لكم 3500؟ ايه. ايش قد فاصلينه؟ والله هو بده 50. هذا كبش اشعل يا شباب، موجود عند عمي ابو حسن البنشي. خلاص يا ابو عبدو خشنت وزينه ما شاء الله، ولكن كبش من غنم نعيم يعني، شقار وكاشف كويس. قام يطلب بصاحبه اندفع له عفوا 3000. 5000 بده صاحبه. صاحبه يقول 5000، طبعا اكيد راح يبيع اقل يعني، بس هذا السوم يعني. انباع يا شباب، رجع انباع ب 1500 الآن، وإحنا واقفين عند أخونا أبو حسن انباع ب 1500 ليرة تركي. إيش قد خسارتك بي أبو؟ والله ما أخوي خراب باع، خسارة مش قد بي. أما خسارة مضمونة يعني؟ مضمونة ما لها حل. خسارة 250 ليرة الحال. يلا الحمد لله، الله يجبر خسارتك إن شاء الله، الله يجبر خسارة الجميع. معنا شباب بسوق الخروف عند أخونا أبو إبراهيم حمود. طبعا اليوم مو جايب عدة الحرب، مو جايب الميزان الالكتروني، جايبين القبان القديم، ما كانه البضاعه ما في بضاعه يعني. شنو وضع السوق ابو ابراهيم؟ وضع السوق والله لسه الاسواق ما فتحت، هو عم تنقر العالم اول باول بين 27 و26. بعت اليوم ان شاء الله؟ بعت ب 27 26. كم الاوزان ابو؟ والله اوزان تجي لها 27 واوزان تجي لها بس 70 75. 75 50 قديش الوزن؟ ما انباع معك 50 يعني؟ بيع 50 كيلو انباع ب 24.5. 24.5 ل 50 كيلو. ايوه.
والحلال قليل بالسوق. ما حدا ما يجيب حلال لان ما فتح سواق. ان شاء الله الجمعه، نقول الجمعه ان شاء الله. ما السبت الجاي وراه، ما السبت وراه. نعم. تفتح اسواق نظام العودين. ان شاء الله. كهبوط ما في هبوط. هسه العالم متخوفة انه ما نزلت، ما في عالم نزل، المضطر هو اللي يعني ينزلين، اما انه العالم تحكي انه الاسعار صارت. هذا هبوط مؤقت. إيه صار يعني هبوط مؤقت لبين ما يتحرك القصاب بس. لو من تفتح الاسواق يبين السعر النظامي، السوق يحدد الاسبوع الجاي ان شاء الله يفتح يبين الاسعار. ايه الان ما يعتبر مقياس. نعم الان لا السوق ما يعتبر مقياس. احنا قام نصور لكم حركه السوق وهو مقفل، ما يعتبر فاتح السوق يعني. ايوه لو فاتح السوق ما تلقى البضاعات. نحن نعد هذا اسواق ونقول له هاي الايام الجحش عيد. نعم تلقى 300 راس. هذا ليش يسمونه الجحش العيد؟ جحش العيد لاني ما ببيع ولا بمشترى. ايوه العالم ثانيا العالم صطمه من اللحم تبع الضحيه. وجه ابو خليفه ما يتفسر ليش دين كثير والعالم ما بيعطي مكتئب يعني مكتئب ما حدا بيعطي مكتئب ما حدا يدفع ما حدا ما يدفع اذا التاجر يستاهل اللي يدفع مشرج وما حدا منطيهين احنا ما بدنا ناخذ مصاري نحطها بجيبك انت من ضمن اللي شاركوا بالجريمه مو يجيبون له حلال من مشرج ايوه هذا يستاهل انت من الناس اللي شاركوا بالجريمه بارتكاب الجريمه هذا من ضمن الناس فعلا جريمه يا ابو حمزه احنا شاركنا بالجريمه بس خسرنا يستاهلون ما ظلينا الحانه ما ربحنا قاتل ومقتول انت هذا المقتول من بلادهم العيا يا ابو حمزه وقع بجريمه اخوي حمود اخيه وقع بجريمته يا ابو حمزه وين ايه ابو اشترى منه جيبان بس شهر من زمان ما بينها العالم لسه العالم كله عند رجل شرحنا قلنا له هناك شهر يا اخي شهر بس شهر والله ضروري يعني المربي مو التاجر المربي اليوم الناس اخوي ابو ابراهيم اليوم الناس شو يقول لك انا شفت بالتعليقات امبارح احنا تكلمنا على موضوع انه لازم يعني يتسكر المعبر لما الناس تنفذ بضاعتها يعني فالمربين عندها الناس يقول لك خلي المواطن ياكل لحم وخلي الاسعار تنكسر المواطن ما نزل روح على القصاب حي القصاب ما نزل كيلو اللحم غراض هذا اللي عم نتكلم عنه انه المواطن ما قام يشتري حي المواطن قام يشتري من القصابين قام يشتري أيوة. مذبوح الحي 25 والمذبوح 70 ما تغير شيء وفوق 70 يمكن مو صحيح؟ بلى ايوه ما في مشكله والامر الثاني اذا بيني علف ابيع كاب ورخص العلف خيو خلينا نفترض انه خيو خلينا نحلم كيلو طن العلف يصير ب 100 دولار ما تبيع ب 15 انت 200 احنا نقبل 250 راضي خيو خلي يصير 100 دولار ما تبيع ب 15 ليره الكيلو ابيع ب 10 شايف والله 250 راضي فالمعادله يعني به فارق كبير جدا يعني العلف غالي واللحم رخيص والمواطن ما قام يرخص عليه شيء فبده يكون في إدارة يعني حكيمة للموضوع بده يكون في حسن إدارة للأمر يعني ضبط أسعار عند القصابين ضبط أسعار للأعلاف ضبط أسعار عند البيع الحي وضبط المعابر هاي كلها مع بعض الحل انه تجتمع المربين مو التجار نعم. كل مربي اغلبيه المربين افقاد بالمنطقه يروحون على السلطات المعنيه بالمنطقه الوضع هيك ترى ما حدا بده يربك واخرون نعم يجتمعون هون على الشخص اللي مسؤول عن فتح المعبر يعني من العيد الكبير الماضي لحد الان العالم عم يحصل صدقت ما في فاضي طاول ما في استفاضه نربط على الفاضي وفي شغله احيانا الانسان يعطي راي بدون ما يكون عنده نظره شامله يعني اليوم ترى يعني غلاء الاعلاف هنا بالمنطقه مو بس بسوريا انا شفت قناه الجزيره تتكلم على غلاء الاعلاف حتى بالعراق غلاء ايه يعني اليوم لو صار ربيع بالعراق ها احنا هنا نستفيد لما يصير ربيع هناك يقل استيراد العراق للاعلاف ابدا فالمواد اللي تستوردها العراق تجيك انت برخص الان ليش العلف المستورد غالي لان الكل يستورد العراق تستورد مصر تستورد سوريا تستورد تضاعف الاسعار بشكل مهول ليش مفرح اليوم ليش انت عشان طبط الفواتير تقويض فواتير ايوه ما لحقت تلف الامامه جيت على السريع والله جيت على السريع اي والله احنا رايدين نخلص من امانات للناس وناطقين حقوق لم صالح الله يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحه والعافيه امين الله امين الله يجزيك الخير اهلا ابو خير عمليه الانسحاب من السوق يا شباب بعد الخساره الفادحه الناس قامت تحمل الحلاله تتمشي عم يضرب لي على 24 هذا السوق اليوم بشكل عام يا شباب يعني هاي الحركه وهذا الوضع ان شاء الله يتحرك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد وانشرونا رابط الفيديو ورابط القناة على المجموعات عندكم ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا على التليجرام مجموعتنا على التليجرام سوق المواشي في سوريا مجموعة عامة خطب البحث سوق المواشي في سوريا
اطلع لك مجموعتنا على التليجرام، فيها اكثر من 1200 مشترك، تستفيد بسؤال بمعلومه باستفسار، فيها تجار وفيها مربين، كذلك ان مجموعه على الفيس ممكن تشترك فيها. الله يجزيكم الخير يا شباب ويعطيكم الف عافيه.